الحديث عن ضياع موارد العراق وتضخم أرقام ما يعرف بالموظفين الفضائيين في مؤسسات الدولة في وقت يعاني القطاع الخاص من انهيار مماثل، معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح حلو. دكتور صباح، بداية مرحبا بك. 40% من موظفي العراق لا يقومون بأي عمل منتج بشكل مباشر، ماذا تعني هذه الإحصائية؟ حقيقة ما حصل في العراق منذ 2003 ولغاية اليوم هو أن هناك شكل من أشكال العشوائية المخطط لها، يعني هو العمل الحكومي في مسألة التعيينات للموظفين في مؤسسات الدولة في اعتقادي أخذ في البداية شكلا عشوائيا، ولكن أصبح شكلا منظما لعملية تدمير الاقتصاد العراقي وتدمير كل شكل من أشكال إيراداته وثرواته، بدءا من أن عملية التوظيف التي بدأت بها أحزاب السلطة انبنت أساسا على مصالح شخصية وحزبية بعيدا عن المصلحة العامة أو الكفاءة الخاصة. ولذلك كان في عام 2003-2004 لا يتجاوز عدد موظفين العراق من شماله إلى جنوبه عن 800 ألف موظف بهذا الحدود، أما اليوم يقدر بحدود حوالي 6 مليون موظف، من بينهم أكثر من 20% هم فضائيين. هذا العدد يأكل من موازنة كل سنة من السنين منذ 2003 ولغاية الآن ما يقدر بحدود 15 إلى 20% من الموازنة. لذلك نلاحظ 2020 نأخذ بهذا العدد أن الموازنة كانت التشغيلية للموظفين تتراوح بحدود 43 مليار دولار. لما نجي نأخذ 20% منها للفضائيين أو من يتقاضى أكثر من مرتب، هذا شكل إنه عائق أمام إيرادات الدولة الريعية المعتمدة على النفط. في 2020 انخفاض أسعار النفط وصلت مرحلة بحيث صرحت الحكومة أننا لا نمتلك استعدادا خصوصا شهر 7 و8 أن ندفع المرتبات. هي المشكلة بدأت بالقروض. اعتمدت على القروض الداخلية بالدرجة الأولى ثم القروض الخارجية، وهذا شكل عائقا أمام عملية الاستثمار الحقيقي للإيرادات المالية أو سواء حتى للقروض، وإنما تقترض من أجل دفع المرتبات فقط. هذا يشكل عائق كبير. إذا سمحت لي، يعني هذا الاعتراف الحكومي بلا شك يعني يحمل الحكومة الحالية والقوى السياسية مسؤولية انتشار المحسوبية والمحاصصة الطائفية وكذلك المحاصصة الحزبية. ولكن السؤال هنا، طبعا لم نتحدث عن موضوع صعود أسعار النفط وانخفاض أسعار النفط وأن المواطن العراقي لم يجن شيء من النفط سواء بارتفاع أسعاره أو بانخفاض أسعاره، سوى الديون وسوى الأثقال على كاهله. لماذا دكتور صباح، من وجهة نظر اقتصادية، من وجهة نظر علمية، لماذا تغيب الأسس الصحيحة لاختيار الأكفاء ووضعهم في الأماكن الصحيحة من أجل النهوض الاقتصادي بالبلد؟ لماذا تغيب هذه الأسس؟ ما السر؟ غياب البرامج الحقيقية منذ 2003 ولغاية الآن هو نتاج لحكومات وضعت بمواصفات القوى الأمريكية المحتلة حقيقة، وهذا بنى عليه الفساد المالي والإداري بشكل خطير جدا، مما أدى إلى وصولنا إلى هذه المراحل التي يصعب عملية تصحيحها أو إصلاحها خلال فترة زمنية أو خلال فترة حكومة معينة. بما أن ما زال لغاية الآن عملية الصراع من أجل السلطة والكسب الذاتي للأشخاص أو للعوائل أو للأحزاب المتنفذة ما زال الصراع، وهذا ما شاهدناه اليوم في الجلسة الأولى للانتخابات وما سيحصل
مستقبلا في مسألة تشكيل الحكومة. إذا نحن في مأزق كبير وخطير جدا يصعب أن نخرج منه. رغم ذلك اتخذ وزير المالية بعض الإجراءات والتوضيحات، ولكن حقيقة اتهم بأمور خطيرة جدا، أنه ضد الموظفين وضد الفقراء وضد من كذا كذا. نعم. هذا الجانب بصراحة يدلل. نعم دكتور صباح، هناك يعني نقطة مهمة جدا، وهذه النقطة تعتبر مفصلية في أي نهضة اقتصادية، وهو القطاع الخاص. لماذا يعني يغيب القطاع الخاص في العراق؟ يعني أين المستثمرين في الداخل العراقي؟ هل هو خوف من يعني سطو مسلح، خوف من عمليات اختطاف؟ هل هناك أدوات مسلطة على المستثمرين لكي لا يتم السماح لهم يعني فتح المشاريع، بناء المعامل، فتح المصانع إلى آخره؟ كيف تنظر إلى غياب القطاع الخاص؟ ما أسباب ذلك؟ حقيقة القطاع الخاص ارتبط بشكل كبير جدا في مسألة تطويره ارتباطا كبيرا بالطبقة الوسطى، وغياب الطبقة الوسطى بالعراق مستمر في الظرف الحالي أو ذوبانها. وبنفس الوقت المؤثرات الخارجية والضغوط خصوصا المرتبطة بأجندات خارجية، هذا شكل إنه عائق أمام القطاع الخاص أن ينهض. بنفس الوقت الوضع الأمني الخطير، عدم استقرار حالة السوق، بنفس الوقت هناك من يعمل على تدمير القطاع الخاص اعتمادا على عملية الاستيراد التي هي في الأساس في نسبة عالية منها في مسألة غسيل الأموال. هناك عوامل كثيرة، عمليات البيع والشراء للعملة في البنك المركزي العراقي مؤثر خطير على مسألة تطوير القطاع الخاص، تأثيرات كبيرة إقليمية على العراق وضغوط خاصة إيران بشكل كبير جدا. نلاحظ 2003 الميزان التجاري لا يتجاوز اللي يمكن 500 مليون دولار بين العراق وإيران، حاليا يتراوح بحدود حوالي 13 مليار دولار. وصل العراق مراحل خطيرة، ولكن رغم ذلك حكومة الكاظمي ووزير المالية علاوي وضعوا لجنة نيابية لمتابعة الفضائيين الذين يأكلون من الموازنة السنوية بحدود 20% سنوية. نعم. يعني لما تكون 100 مليار هناك 20 مليار ضائعة، ولذلك هناك تصريحات كثيرة جدا من هذه اللجنة ممثلة بالست إخلاص الدليمي التي قامت بعمليات إحصائية كبيرة جدا، ولكن مع الأسف ولغاية اليوم لم تتخذ إجراءات حقيقية. شكرا جزيلا. هذا هناك إذن حواجز وعوائق تعيق عملية التطوير للقطاع الخاص أو اللجان الخاصة بعملية محاسبة الفاسدين أو العمل على إيجاد قوانين جديدة حتى في البرلمان. يعني هناك عوائق تعيق حقيقة، من الصعوبة جدا أن لا توجد أذن صاغية، وبنفس الوقت لا توجد حالة الانتماء الوطني. نشكرك دكتور ونعتذر لمن يدير الدولة. نعتذر منك لضيق الوقت. نشكرك شكرا جزيلا دكتور صباح حلو الخبير الاقتصادي، كنت معنا من عمان.